السلام عليكم، أنا سميرة كحيل، كنسكن في بياضة رقم زرقة المهداجي، رقم دار 90. أنا كنطلب منكم المحسنين تعاونوا معايا على الوليد. عندي ديني تأخر، ما كيعذبني وداكشي، والمدرسة مشات عليه وضاع عليا الوقاية، وأنا مكنشوف ولدي. هو زيد في 2007، وكلشي الوليدات ما كنشوفهم كنمرض. أنا ما كي عندو كنمشي نخد ليه الدواء وما كيبغيش يشرب لي، ونعيط من عاني ما عيط من عاني، وما كاينش والو هنايا، ما قدرش، ما كاينش اللي يعاوني فيه. انا بغيتكم تشوفوا هاد الوليد تعاونوني فيه، الا كنتو تشوفوني محسنين. انا هاد الولد بغيت نشوف ليه شي مدرسه داخل في مكان يكون معاه، ما كيتفرخش عليا. الله يرحم الوالدين اللي ما شوفوا معايا مع الوليد. مش ممكن تبغى تطالبي من المحسنين؟ طالما انا مع الوليد مدرسه داخل، زلالة الملك الله ينصرك، إلا ما شوف لي كنت تشوفني، إلا ما يشوف مع هاد الوليد راه ديني توخور، عنده بيليبسي كتجي وعيط وكتجي الصرع، ما كنخلي من والو. مع دابا كورونا كلشي محبوس، كلشي مسدود، اللي مشي اللي دقيتي عليه وكلشي مساد. الله يخليكم، إلا ما تعاونوا معايا على هاد الوليد الله يخليكم. انا ولدي ضاع عليا بزاف، وما كيسمعش وما كيبغيش يشرب الحليب، وتا حوايجو اللي ما لبستهم لي ما كاينش اللي يلبسهم لي. كوش انا كنديرها لي دابا، باقي دابا حاليا 2007 وباقا كندير لي كوش. وش ممكن تبغى تطالبي من المحسنين؟ المحسنين شي بغيت لي كلمة مدرسة أخيرة، داخلي، شي كلمة أخيرة. نشوفوا مع الوليد. انا هادشي كنطلب، بغيت لي الطبيب يشوفوا لي الطبيب، شي طبيب بروفيسور على حساب الوليد. ضاع لي دابا خصو طبيب. الوليد ما كيجلس بحال دابا عادي بحال الناس في الطوابير، كيجلس واقف كي اللي بيبو الوليد شي حاجه، ما كيمشي بحالنا عادي. وحتى كتشوفوه كتشوفوه في التصويره عادي، ماشي ما عاديش. غير الوليد كون كان عادي ما يشربش الدواء، كون كان عادي يقرا بحال الوليدات. عرفتي 2007، عرفتي الوليدات قدو فاش واصلين. انا ما كنشوف ولدي، عندي غير هو. ومن هضر مع باه كيقول لي منك لي، انا سيري شوف واش ديري وشوفي. ما كي ماشي كيعاونني ولا كيساندني معايا ولا كيتعاون معايا. الله عليك، راه ما كاين ما يتقال وصافي. هادشي اللي كنطلب على ولدي، بغيتو ما يضيعش ليا ولدي. عرفتي كنجيب لي ليكوش، دايره ليكوشه دايره 180 ريال الوحده، ديما كنقلعها من راسي ونجيبها لي. انا الوليد ضاع ليا بزاف. انا بغيت نشوف ليه الدواء اللي كيشرب، خاصني ندارو ندير ليه التحليله ديال الكبده، ندير ليه داك. كون كنت شي طبيب واختار الرميد، ما دار ليا والو الرميد، مع كثر مع هذا الحجر الصحي ما كاين والو. انا بغيت ليه شي طبيب، ماشي مش انا طبيب عام، انا بغيت شي طبيب بروفيسور يشوف ليا ولدي الدواء اللي كيشرب ديال الصح، باش يعاونوني الناس ويعاونوا المحسنين. الله اللي شافني واللي شاف هذا الوليد ما يخليش يضيع عليا ولدي، ضاع عليا من المدرسه. ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا جلالة الملك، الله ينصر سيدنا ويخليه لينا ويطول لينا عمره. الله ينصر سيدنا، الله يخليه لينا اللي كان كيشوفني، ويخلي لي وليداته ويخليه ويطول لي عمره. يا ربي يصدر ربي يشوف فيك سيدنا، يا ربي ويطول لي عمره ويخلي لنا وليدنا اللي كنت تشوفني تعاون معايا مع وليدي. عندي غير هو، وما كاينش، وانا بغيت شي بلاصه نكون معاه، شي مدرسة داخلي. كانوا قالوا لي واحد المدرسة كاينة في الرباط ورا البرنامج تحت لالة مريم، إلا شفتوها لي وشفتو وديتو لي ولدي ونكون معاه في أي بلاصة نكون معاه. الله يخلي لك لينا يا سيدنا، إلا شتي لي هاد القسم الله يخليك. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.